شوف 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 عطاها كلب عليه كريم يستاهل. شوف 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 شيك شيك هالمرة هو أكلها. لا والله عطاها البلبل ما شاء الله يطعم البلابل يطعم كل الفروخ. بس هذا خلينا نشوف طبعه هذاك الفحل. أنا أتوقع الأنثى بس اللي هي قاعد تطعم فروخ دود حي. شوف شلون أخذت الدودة راحت تعطيها هذا أطعمهم بعد. لا والله النوعين اثنين هم يطعمون الفروخ. شوف شلون صار يطعم البلبل شيء عجيب. نعطيه الدود نخليه هو يروح يطعم الفروخ سواء كان بلبل أو ثرثار هو يعطيه الأكل. شوف شلون ما شاء الله عليه فرخ يعطيه فرخ. ترى هذا فرخ بس إنه يطير وكبير يعني فرخ بالغ بالعمر بالغ بالعمر وبس مو مرحلة تزاوج لحد الآن يعتبر صغير بالعمر قاعد يعطي الفروخ. شوف شلون قط هذه هني هو له طريقة بس ما أدري شنو. شوف شلون شوف دور يبحث عن واحد محتاج فيعطيه سبحان الله. هذول يريحونك عن العس ويريحونك عن كل شيء. شوف شلون هذاك أخذ الفريسة وذبحها يجمعها والله أعلم ورا هناك بعدين تقاسمها هو مع فروخ البلابل فروخ الثرثار. مشكور اللي تابعني هني تقاسمه هم الدودة تهاوشوا عليها. شوف شوف يبي يعطي يدور عن واحد يفتح حلقة. شوف هذا فتح الدربة يعني شوف شلون يوكل. شوف أعطاه أكل. شوف 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 سبحان الله ثرثار يعطي البلبل أكل سبحان الله ميزة الثرثار حلوة. شوف شوف شيك هذا شوف شوف شوف